مستمرين مع التكريم، ويمكن انا حظي حلو قوي يعني ان انا دايما بيطلع معايا السيدات مصر اللي بنقول لهم كل التحيه، ان هم في كل مكان بيقدروا ان احنا نقول احنا قدها وقدود. مثال للسيده المصريه المكافحه الاستاذه زينب عبد الله عبد المعطي، اول سيده بتقوم بقياده سياره ميني باص بشركه سياحيه حاصله كمان على مؤهل عالي. خلينا نرحب بيها ونقول لها الف الف مبروك التكريم ونتعرف بيها بشكل قريب اكتر. اهلا استاذه زينب وصباح الخير. حضرتك اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الف الف مبروك التكريم. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. التكريم رفع راسي في انت اللي رفع راسنا، انت اللي رفع راسنا بالتاكيد. احكي لنا بقى يخليك. اول ما كلموكي وقالوا لك على الموضوع ده، وفي نفس الوقت كمان القصه، أول سيدة تقوم بقيادة سيارة ميني باص في شركة سياحية. بالتأكيد احنا دايما نقول سيدات مصر في أي مكان بنثبت إن احنا قدها وقدود. قدها بالظبط حقيقي. هو إن أنا الأول بشكر الأستاذ الوزير حسن شحاتة على إن هو دعمه ليا وتكريمه ليا إن هو يرشحني لإن أنا أتكرم من سيادة الرئيس قيادة العمال. الشغل في مجال السواقة، أنا أصلاً بحب السواقة جدا. ومن زمان انا يعني دايما احب ان انا اركب العربيه واسوق. دخلت الجامعه وخدت بكالوريوس تجاره، بس كان دايما فكري ورؤيتي ان انا اشتغل، مش عايزه اشتغل في مجال المحاسبه اللي انا مش لاقيه نفسي فيها. فانا وجوزي قعدنا فكرنا، طب انا عايزه اشتغل حاجه اثبت فيها نفسي والاقي فيها نفسي. لقيت ان انا قلت له طب انا بحب السواقه، طب وليه لا ما انا ما اخشش في مجال السواقه، وليه ما اطلعش رخصه مهنيه واخش وادور في مجال. كان رد الفعل ايه لما اخذتي القرار ده، سواء بقى من جوزك او من عائلتك اللي صغيره يعني؟ بصي انا وهو يعني الحمد لله لا متفاهمين، وهو كان بالعكس داعم ليا جدا. عظيم جدا يعني الحمد لله. قال لي طب كويس، وحتى هو اللي دعمني. يعني انا اتجوزت وجبت ثلاث اولاد، وبعد ما جبت الثلاث اولاد دخلت جامعه القاهره واخدت البكالوريوس تجاره. يعني انا تعليم مفتوح، خرجت سنه 2018 وبرده كان هو اللي كان قايل لي لا اتعلمي وكملي، لان انا اتجوزت بعد الثانوي ما فيش بعدها بسنتين حاجه كده اتجوزت. يعني انا كان عندي حق وانا بقول قصه كفاح ما شاء الله يعني. عظيم. الحمد لله. الحمد لله. طيب ودخلتي بقى بداتي امتى تقولي ان انا لا انا مش عايزه اشتغل في التجاره المحاسبه يعني، وعايزه اشتغل في مجال قياده السيارات؟ بالظبط انا ابتديت بالظبط من حوالي 7 سنين او 6 سنين. ابتديت ان انا يعني اقول لا انا خلاص انا عايزه اخش في مجال القياده، ودي حاجه مش موجوده حقيقي. موجود منها بس موجود منها قليل جدا يعني، مش كتير. فانا فكرت قلت طب انا لما اخش في مجال المحاسبه هبقى في ضمن ملايين، لكن لما اخش في المجال ده هبقى في ضمن ايه 1000 2000، هبقى برضو حاجه مميزه وحاجه ما حصلتش قبل كده في مجال السياحه. طيب. فالحمد لله ربنا كرمني طلعت الناس حواليكي. طب انت قلتي ان زوجك كان داعم الحمد لله، الناس حواليكي بقى ومحيطك كان رد فعلهم ايه او تقبلهم للفكره ازاي؟ وفي الشركه برضو تحكي لنا. في الشركه انا اول الحمد لله يعني الشركه لما جيت رحتها الحمد لله كان المديرين داعمين ليا الحمد لله، لكن زمايل الرجاله كانوا شويه مستغربين. اكيد. واسئله بقى ليه؟ طب ليه كده؟ طب ما انت ممكن تشتغلي حاجه ثانيه، طب دي صعبه عليكي. فانا ارد اقول له هي صعبه عليك؟ يقول لي لا. اقول له طب هي برضه مش صعبه عليا. يعني هي زي ما انت بتشتغلها انا اقدر برضه اشتغلها. ماشي، انا عارفه ان الراجل قوته البدنيه مختلفه عن السيدات، بس احنا لما قدها بوقدود، احنا ما فيش حاجه بتبقى صعبه علينا. بالظبط. يعني في حاجات برضه احنا الستات بنعملها هم ما يعرفوش يعملوها يعني، فاهمه؟ فالحمد لله ربنا قدرني وقواني وثبتني ان انا فعلا فعلا الحمد لله اكون قدها، وبشهاده مديريني وبشهاده زملائي لا انت ست كفء وست 100 راجل. وده اللي وصلك بالتاكيد لتكريم من رئيس الجمهوريه. احكي لنا عن اللحظه دي بقى. دي اللحظه دي كانت لوحدها لحظه حياتي. بالتاكيد بالتاكيد حياتي بصراحه. احكي لنا عن اللحظه دي. انا اصلا يعني بمجال بطبيعه شغلي في الشارع كنت دايما اقول انا نفسي اقابل سياده الرئيس علشان خاطر يشوفني وبس انا بعمل ايه. يعني نفسي يشوف انا بعمل ايه، نفسي انا مش عشان حاجه والله، بس يعني انا حاسه ان انا بعمل حاجه حلوه وحاجه جديده، وعايزه زي ما بيقولوا حد حاجه تعوضني عن التعب اللي انا شفته في حياتي، ان انا بس حد يقول لي برافو عليك، بس انا مش عايزه حاجه تاني. مصر كلها قالت لك برافو عليكي وكلنا عرفنا القصه.
الحمد لله الحمد لله يا رب. فتكريم لما جالي كلموني من وزاره القوى العامله الاستاذ حسن شحاته، انا اصلا عضو في نقابه النقل والمواصلات وخدماتها في القاهره برئاسه الاستاذ محمد ابو العباس، فهو بصراحه داعم برضو ليا، بشكره 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 جدا جدا على وقفته معايا، وكل زمايلي هناك في النقابه كلهم واقفين ويعني داعمين ليا جامد جدا. فهم اللي صراحه رشحوني لسياده الوزير، وسياده الوزير لما عرف قال لا دي بجد دي من السيدات اللي لازم فعلا فعلا تتكرم. فلقيت الاتصال تم بيا برضو الحمد لله، وقالوا لي ان سياده الرئيس هيكرمني في عيد العمال، فكانت دي لحظه فرحه. احنا شايفين صورك وانت يعني حاجه تفرح على الشاشه الحقيقه. الله يخليك. انت اكيد شايفاها وحاجه بجد يعني كل التحيه وكل الشكر والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك. والتكريم اهو بالتاكيد الاستاذه زينب عبد الله عبد المعطي، اول سيده تقوم بقياده سياره ميني باص في شركه سياحيه، وكمان بالتاكيد حاصله على التعليم او البكالوريوس تجاره. فهي اختارت، ودايما اللي احنا بنقوله ويمكن انا وايه بنقول الكلام ده، ان كل واحد بيعمل قمته، مش بان هو بيدخل كليه معينه او ان هو بيدخل بيحقق احلامه، ان هو الله انا جبت مجموع عشان ادخل كليه قمه، لا هي عملت حققت قمه ليها في مكان مميز جدا جدا وصلها للتكريم من سياده الرئيس، وان احنا كلنا نقول لها النهارده الف مبروك. انت عارفه يا اسماء، كنت مره في سنه من السنوات يعني مسافره في بلد ما، وشفت اتوبيسات النقل العام بتقودها سيدات، وانبهرت يعني. انا طالعه الباص كده الاقي ست هي اللي بتسوق، تلاقي شركات السياحه العربيه ست هي اللي بتسوقها، كنت منبهره وبقول عندنا في مصر الست تقدر تعمل كل حاجه، يعني ما بقاش في شغلانه مقتصره على الرجال. فانا مش قادره اوصف لك سعادتي بانه يبقى عندنا اول سيده مدام زينب وهي بتحقق هذا التصور بالنسبه لي. مبهجه مفرحه الحقيقه. بالظبط، وانه يعني بكل بشاشه، وشفتي الصور وهي مبتسمه وبتؤدي عملها وهي سعيده ان هي بتؤدي هذا العمل. انا سعيده جدا جدا حقيقي بمدام زينب، ويعني اول ست، فهي اكيد مش اخر ست، احنا هنشوف كتير ستات بتؤدي مثل هذه المهنه.